أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في برنامج مش لوحدك. النهارده هنتكلم على مشاكل الهجرة ومشاكل الأسايلم بالذات. في الأول كانت الناس بتسأل كتير قوي إزاي أقدر أجي أمريكا وإزاي أقدر أعمل إقامة في أمريكا. ناس كتيرة جدا كانت بتيجي عن طريق اللجوء الديني أو اللجوء السياسي. اللي ناس جت ونجحت في اللجوء وقعدت وأخذت الإقامة، فالناس طبعا الموضوع ده ابتدى يتعرف جامد جدا والناس ابتدت تيجي، وطبعا عشان المشاكل اللي في الميدل ايست وفي مصر وسوريا وهنا وهنا، فالضغط على اللجوء والضغط على اداره الهجره جامد جدا، وبالتالي طبعا حصل مشاكل كبيره جدا في اللجوء او في تقديم الناس للجوء، زي طبعا الضغط الجامد والتاخير ومشاكل كثيره جدا هنعرفها النهارده، وطبعا هنعرف كمان ازاي نتفادى المشاكل دي. احب ارحب معايا في الاستوديو منورني بالاستاذ المحامي جورج مليكا. اهلا وسهلا استاذ جورج، منورني برنامج مش لوحدك. استاذه ايناس اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ جورج. طبعا حضرتك بتشوف كيسز كل يوم على حكايه الاسايلم دي. طبعا المشاكل كترت في الميدل ايست، وبالتالي طبعا الاسايلم زاد، الكيسز زادت، وبرضه بالتالي في امريكا حصل اداره الهجره طبعا ابتدت بقى عليها ضغط جامد جدا، وفي مشاكل للي بيقدموا على الاسايلم، ابتدت المشاكل تزيد في التاخير، طبعا مشاكل كتير جدا، فاحب اسمع من حضرتك ايه المشاكل اللي حضرتك بتشوفها في الاوفيس، وطبعا ازاي نقدر نتفادى الموضوع ده. سؤال جميل جدا، احييك عليه. المشاكل كترت فعلا اليومين دول بالنسبه لمقدمي طلب اللجوء، بالذات في ولايه كاليفورنيا وبعض الولايات. بقى في ضغط رهيب، يعني تخش مكتب اللجوء النهارده في لوس انجلوس تلاقي نص اللي قاعدين مصريين. واو. ما كانش زمان كده. كان النسبه الاكبر تشاينيز وشويه مكسيكان ونسبه بسيطه مصريين ونسبه بعيده جدا سوريين. دلوقتي بقت الغالبيه العظمى في مكاتب اللجوء النهارده في سازن كاليفورنيا مصريين. وبقت زحمه، وبعدين ما فيش مان باور هنا ان هم يهندل كل الكيس، ما بقاش في ناس كتيره. فاللي بيقدم على طلب اللجوء النهارده في ولايه كاليفورنيا، سواء مكتبين في كاليفورنيا، السازن كاليفورنيا والنورث كاليفورنيا سان فرانسيسكو او مكتب اناهايم، فما فيش مان باور تو هاندل الانف كيسز، الكباسيتي الكميه دي ما فيش كميه من موظفين. في ضغط جامد، فالناس كلها دلوقتي اللي هروح للكونجرس اشتكي، ساعات بتجيب نتيجه وساعات ما بتجيبش حاجه. من كتر الطلبات زادت على مكاتب الكونجرس الشكوى عشان يعملوا سبيد اب للكيس، بدات برضو مكاتب الكونجرس تفهم الموضوع، بدات ايه تدي اهميه اقل زي الاول. فالناس اللي هتيجي كاليفورنيا عشان تتفادى المشاكل دي تبقى عارفه انها مش اول ما تيجي هيقول لها تعالي تقدم الطلب هتعمل مقابله بعد شهر ولا اسبوعين ولا ثلاثه. هتقعد مده كبيره، خلينا واقعيين وصراحه. ما بقاش بتعمل المقابله بعد اسبوع او اثنين من تقديم الطلب، ممكن تاخد لها شهرين مينيمم او ست شهور او ممكن ثمان شهور، في ناس بقى لها تسع شهور. طبعا انت جاي ما عادش دخل كتير. طبعا. فبتصرف من زحمه الحي فعلا وفرق العمله، فبتبقى متضايق وبتتنرفز. وتقول المحامي مش قادر يساعدني، المحامي مش بايده حاجه في هذا الموضوع. ده سلطة تقديرية للكمبيوتر اللي بيطلع ده، دي سلطة بيطلع الأسماء راندم ويبعتوا للمقابلات في الوقت اللي هم يحددوه. فطبعا عشان تتفادى هذا الموضوع زي ما أنت قلت لحضرتك، إنك تقدم في ولاية تانية غير كاليفورنيا، زي مثلا ولاية تكساس. ما عليهاش ضغط، أنا بروح تكساس كتير. وبعمل مقابلات هناك ممكن تاخد شهر، شهر ونص، شهرين بكتير أوي تكون عامل المقابلة. دي من ضمن الولايات اللي معلهاش ضغط كبير. والجود نيوز از ولايه تكساس دي بتشمل ولايات ثانيه، ممكن يعملوا مقابله في تكساس. يعني ولايه ايه؟ اركنسا، كولورادو، لويزيانا، ميسيسيبي، اوكلاهوما، نيو مكسيكو، تينيسي، تكساس، يوتا، اند وايومينج. دول اللي عايشين في الولايات دي ممكن يقدموا، هيعملوا مقابله في تكساس ويقدموا في مكتب تكساس. فدي جود نيوز دي. لكن اي شخص جاي من سوريا او جاي من مصر وهيقعد في سازر من كاليفورنيا او شمال كاليفورنيا او جنوب كاليفورنيا ويقدم، يتوقع ان في لونج ديلي، في تاخير كتير.
فلازم يبقى عارف كده، ولو هو ناوي يقدم في كاليفورنيا لازم يجي معاه رصيد إناث عشان يقدر يعيش. في الولايات دي بقى طبعا يقدم هناك، يعني لازم يبقى قاعد هناك طبعا ريزيدنت؟ اه لازم يكون عايش في الولايات دي. ايوه ما ينفعش مثلا يبقى قاعد هنا ويقدم هناك، ما ينفعش يسالوه صاحب انا سمعت حديثك. لا اتفضل. يعني اول حاجه لازم يكون عايش في الولايه اللي تبع الجريسدكشن، يعني المنطقه اللي تبع فيها المكتب. أيوة. زي ما قلت الولايات دي تبع تكساس. كاليفورنيا مثلا بتشمل هاواي، وفي نيفادا اللي بيجوا من نيفادا يقدموا هنا تبع كاليفورنيا. او اللي عايشين في كاليفورنيا. فطبعا لو انت عايش في الولايات دي لازم تقدم في تكساس، عايش في كاليفورنيا عايش في كاليفورنيا. ما يقدرش تبقى انت عايش في كاليفورنيا وتقدم وتعمل مقابله في تكساس، لا. فاحنا عندنا في النظام في المكتب انا بعمل الموضوع على السكايب. لو واحد في تكساس مش قادر يجي لي كاليفورنيا عشان يقابلني، بقابله على السكايب واتكلم معاه واعرف هو ايه اللي حصل، بعدين بنسافر له هناك انا والمترجم في تكساس. فدي بنساعد الناس. فانا بقولها عشان الناس بتيجي من في كاليفورنيا ومستعجله انها تعمل مقابلات. في تاخير، خلينا واقعيين. وده مش بيد المحامي، الضغط جامد على مكتب كاليفورنيا. طيب حضرتك بتقول ان هو ممكن يقدموا في تكساس او في الولايات اللي حضرتك ذكرتها. صح. في yes. دلوقتي. طيب افرض انا مثلا قدمت على الاسايلم وقعدت في البلد دي مثلا في تكساس وجالي الانترفيو، هل بعد الانترفيو دي بقى اقدر مثلا اروح بقى اي ولايه ثانيه انا عايزاها، ولا لسه في برضه بروسس ثانيه للقبول؟ لا خلاص، وانس انك عملت المقابله وخدت القرار خلاص تعيش في اي حته. اقدر بقى طبعا في اي حته طالما انت عملت الانترفيو خلاص وعدت ورحت مثلا نيو جيرسي، رحت جورجيا، وريفر. من حقك، ما حدش يقدر يقول لك اقعد هنا طالما خلصت المقابله خلاص. لان ساعه المقابله لازم تكون عايش، او ساعه تقديم الطلب تكون عايش في نفس المكان اللي انت اللي هتعمل فيه المقابله. بعد ما تنتهي المقابله وخلاص ممكن تروح في اي مكان. لا، وقانونيا الواحد طبعا ما يقدرش يشتغل في البلد وهو مقدم على الاسايلم. لا ما يقدرش طبعا، ما بيدروش ستاتس، ما بيدروش اي بنفيت ولا اي حاجه، يقول لك احنا استلمنا الطلب بتاعك اقعد لغايه ما تعمل المقابله. وفي الجود نيوز زي ما قلتها قبل كده وهقولها تاني، لو قدمت في كاليفورنيا لو عدى 150 يوم من تاريخ تقديم الطلب وما عملكش مقابله ممكن تطلع تصريح عمل عادي حتى لو ما فيش مقابله. والسوشيال سكيورتي ودرايفر بس تعيش حياتك. في ناس عندي في المكتب بقى لها سنه قدمت طلب وما جالهاش مقابلات في المكتب، حالات كثيره عندي. بطلع لهم ورك بيرميت وبيشتغلوا عادي لغايه ما يجيلهم المقابله، عيش حياتك. المشكله لازم تعمل حسابك وانت جاي كاليفورنيا، معاك 5 شهور هتعيش على حسابك. هي دي القاعده، البادن باين. 150 يوم تستحملهم كانك داخل معسكر تدريب في الجيش. 5 شهور. وبعد ال5 شهور دول لازم هيطلع لك تصريح عمل. طب ذاتس جود نيوز. يس. فاكر ان هو يعني ممكن مثلا تقعد اب تو 9 مانس سنه، وطبعا الواحد قاعد كده من غير شغل. لا 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 حرام، هم 150 يوم. انا صدقني لو انا عايز اطرح فكره لكل المحامين اللي اتسجن من كاليفورنيا، نعمل مثلا التماس يخلي الفتره تقل، يعني بدل 150 يوم عشان تطلع ورك ممكن لها شهر شهرين. يا ريت. ده اقتراح انا ناوي اعمله، واكلم الايلا بتاعت الاميجريشن اسوسيشن، لو احنا نضغط على الكونجرس انه يعدل الموضوع دون هتفرق كتير مع طبعا الناس. طبعا تفرق كتير، اصل 150 يوم جاي قاعد مش بيعمل في حاجه، مش حد يقدر يشغله لان مفيش ورق. بالظبط. وحتى لو واحد معاه ورق وما يقدرش يقعد 5 شهور من غير شغل، مين يقدر يقعد في امريكا من غير شغل؟ ايوه برافو عليك يا استاذ. صح. المصاريف والمدارس والجامعات، يعني هنا مصاريف ما لهاش حدود. صح. يعني وايجار الشقه كمان، ايجار الشقه والاكل. صعب لا غلط جوز اون. يعني اتمنى كل الناس سمعانا اللي هتيجي من مصر او من سوريا او من اي ولايات من بلاد تانية، لازم يعرف في كاليفورنيا يعمل حسابه على الاقل يكون معاه دخل لمده 6 7 شهور على الاقل، عشان ما تستناش يجي لك المقابله بسرعه. انت وحظك، في ناس عندي في مكتب جالها المقابله بعد شهرين و3 شهور. دي معجزه. لكن مش دايما بتحقق. طب في سؤال يعني خطر على بالي كده يا استاذ جوز، بيعملوا اللاتري او ال اوكي اللاتري دايفرستي ال يسموها ايه العشوائيه اللاتري الهجره العشوائيه وبيختاروا ناس راندوملي يعني، وفي نفس الوقت صعب جدا جدا ان هم يدوا فيزا للناس، وناس بتبقى ممكن بتعمل بيزنس وناس ممكن يستفادوا منهم هنا،
وناس تانية مش مستعدة انها تيجي ولا لغويا ولا اكاديميا ولا حاجة صح خالص يجيبوهم هنا. طيب اللي انا مش فاهمه الحكومه او دارت الهجره ليه بتختار مثلا ناس معينه عشوائيا او باللاروي وفي نفس الوقت مصعبه جدا جدا الفيزا ياخدوها؟ ايه الحكمه كده يعني؟ مش فاهمه الحكمه. عشان زي ما نقول ايه العنجهيه الامريكيه اللي هي البروباجندا. انت فزت باللاتو نجيت امريكا، امريكا بلد التقدم والحريه والديمقراطيه والحياه دي جميله، انت فزت باللاتو سكيبس من اللاتو. انت محظوظ فانت جيت، مش مهم انت ايه، المهم انت فزت. ان البلد فلسفتها قايمه على القمار والمغامره والكلام ده والحظ، فانت جالك حظ وجالك نصيبك انك تسافر. فده حاجه هبل، انا معاك. وفي ناس مور كواليفايد وديوكيتد ويقدموا ممكن هنا يعملوا حاجات كتيره، يقول لهم لا مش هديك فيزا سياحه. منطق عجيب جدا يعني، انا دلوقتي مش قادره استوعبها. غريبه جدا يعني. عشان بقول لك انت محظوظ فزت بانك تخش امريكا وتهاجم، في حد ذاتها دي عظمه، زي ما تكون فزت اللاتو الجاك بات. انت كده خلاص. صحيح فهي كده. انا معاك. طيب بعد اذنك معانا بنت الرب. مساء الخير. الو. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اتفضلي. تفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا كنت عامله الاساينمنت تيست وبعدين جابت ريبورت ورحت لأبيل وجالي الأبيل ان هو وافق عليه ان هو يرجع للكورس تاني. حلو. بقالي من شهر من اخر سبعه، فانا عايزه اعرف ايه الوقت اللي بيبقى الأبيل يرجع للكورس تاني، اخد وقت قد ايه؟ انت اتفضلي. اتفضل. يعني اسمها ريماندد، الكيس ريماندد، يعني رجع الثاني للمحكمه لاقل من الابيل عشان القاضي. ده كويس ان حصل كده، يعني قدامك فرصه كبيره انك انت توين ذا اسايلم كيس. تو انسر تو كويشن، اجابه على سؤالك، امتى هيجي لك؟ الله وحده اعلم. بس ما فيش مفاجاه محدده بتبقى. نو نو نو، بتاخد وقت طويل كمان، يعني ده بالك. بس الجود نيوز از ان هم اقتنعوا بوجهه رايك، بوجهه الارجيومنت بتاعت المحامي اللي عملها لك ورجعوها للمحكمه الاقل اللي هي البورد اوف اميجريشن او المحكمه بتاعت الاميجريشن الاولانيه. ده خبر كويس ليكي، بس انت زي ما قلت لك انت وحظك تاخد وقت شويه. طب انا معلش كنت عايز اسال سؤال ثاني، انا من حقي دلوقتي لو حبيت اخش اكمل جامعه، من حقي دلوقتي اكمل جامعه؟ ما حدش يمنعك انك تتعلمي. يعني انا حبيت اكمل، مش هبقى يقول لي انت لازم يبقى معاكي ورقه قانوني في البلد. ما انت معاكي ورك بيرمت صح؟ لا ورك بيرمت كان معايا وحبيت اجدد عليه فرحت اعمله، فانا قلت ان الورك الوقت بتاعي البلوك بتاعي وقف. لا انت ممكن الكلاك بتاعك المفروض تشتغل، لان المحكمه هي اللي رجعت الورقه دلوقتي، بتحاول تقدمي تاني، لان المفروض الكلاك شغاله يا حبيبتي. انت ما طلبتيش تاجيل من نفسك ولا محامي طلب التاجيل. يعني دلوقتي انا ممكن اقدم تاني، مش لازم استنى المحكمه لما اروح المحكمه تاني عشان في تقليل الكلاك. نعم ممكن تقدمي دلوقتي عادي، مفيش مشكله. اوكي. وباللوكت بيبر ممكن اقدم على جامعه. برافو عليك. وانت بقالك سنه يعني في كاليفورنيا؟ انا في اوكي. كاليفورنيا لازم تقعد سنه ريزيدنسي عشان تاخد تخفيض في التويشن. انا مش عارف في تكساس ايه النظام، ممكن تسالي الجامعه. انا شكرا لحضرتك. شكرا يا ستي، ربنا معاكي ويوفقك. بنت الرب معانا. مساء الخير. بنت الرب. بتكلم بس بتكلم مع حد تاني. لا حضرتك على الهوا، اتفضلي. ايوه طب انا عايز اتكلم بس جورج على طول. اتفضلي اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي سؤالك ايه؟ الو استاذ جورج. ايوه انا معاكي. ايوه انا استاذ جورج، انا عايزه اتكلم معاكي. انا واحده بشكرك جدا على اللي عملته معايا. طب انا مش حاسس ازاي في التلفزيون يا استاذ جورج؟ لا احنا سامعينك كويس قوي. سامعينك قوي، اتفضلي. انا بشكرك خالص خالص على اللي انت عملته فيا. أنا قدمت على سنة مع حضرتك في المكتب ونجحت، أحب أعرفك إن أنا نجحت في الامتحان بتاعي. الحمد لله رب.
وانا عملت عنده وهو قابلني استقبال كويس جدا وعمل لي كل حاجه ما خدش مني ولا مليم، وانا بشكره على اللي هو عمله معايا وعلى الناس اللي في المكتب معاه، ناس محترمين كلهم. وانا ببلغ كل كاليفورنيا يا ريت تعرفوا الاستاذ جورج، تعرفوا على حياته، انسان كويس جدا وطيب جدا وانسان بمعنى الكلمه، صدقيني بمعنى الكلمه. اكيد وقف معايا وقفه مش ممكن انه وقف معايا واتعامل معايا. الله يخليك يا ستي. وبشكر الاستاذ سلام، وبشكر مدام عزاء، وبشكر كل اللي في المكتب بتاعه. الله يخليك. الاخلاق والادب، انسان محترم. يا ريت كل الناس تعمل عنده، يا ريت كل الناس تروح له، يا ريت كل الناس تعرف الاستاذ جورج قد ايه كويس وقد ايه بيعرف ربنا وبيعرف كويس. الله يخليك يا ستي، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اتوقع انك تعملي كده والله. الله يخليك يا ستي، شكرا. انت انسان محترم وطيب جدا وكويس جدا، وانا ما كنتش اعرف ان انت طالع، بس انا بفتح التلفزيون فجاه كده. شكرا. وقلت ان انا بشكرك وعرفت ان انا نجحت في الدنيا. الف مبروك، وانا اشكر ربنا، ده من توفيق ربنا يا ستي، وانا ما كنتش متوقع انك تقولي الكلام ده، حقيقي انا جسمي بيشعر. شكرا. لا تصدقني، انت بتعمل، انت بتستاهل اكتر من كده، ويا ريت كل الناس تعرفك. يا رب يخليك يا ستي. شكرا يا حبيبتي، شكرا. ربنا يخليكي. شكرا. شهاده يعني، ما حدش يقدر يتكلم بعد اللي قالته ده. ربنا يخليها يا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش، انت فعلا يعني جاد بليس يو على الخدمات اللي حضرتك بتعملها للجاليه يعني. معانا الاستاذ جورج، مساء الخير. انا عارف الاستاذ جورج هو لعب الوقت كبير بعد يقدم على الانجليزيه بعد اقامته في امريكا، ده سؤال رقم واحد. اوكي. رقم اثنين، انا يعني لو انا كاتب ابني وجدته وهو عايش بقاله سنه ونص، انت كتبت الانجليزيه؟ حاضر. تقدم على الجنسيه، انت واخد الجرين كارت عن طريق الجواز ولا الجرين كارت عن طريق حاجه ثانيه؟ لا، عن طريق ابنك. اوكي، عن طريق ابنك 5 سنين بعد الجرين كارت. بالنسبه للسؤال الثاني، الشرط الثاني، انك انت كافل ابنك، هتفضل انت مسؤول عنه لغايه ما ياخد الجنسيه. لغايه ما يبقى امريكان سيتيزن انت مسؤول عنه. اما اقدم على الجنسيه 5 سنين الا 3 شهور. شكرا كتير. العفو. الاستاذ ثانك يو. الاستاذ سمير، مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مساء النور. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك؟ انا بالنسبه لي قدمت على عذرا وجاتلي وعملت انترفيو للسفاره وبعتوا لي الضرب المقبول وبعتوا لي مع الضرب المقبول والمسبوق ورقه مكتوب عليها يو اس بي اي اس اللي جاي. التقديم هي 65 دولار، 65 دولار دول بيجيبهم فيها. مش السفاره اللي بعتت لك الورق ده صح؟ السفاره. ايوه، يبقى تدفعهم في السفاره. طب هل يعني هم بيحددوا معاد ولا حاجه؟ ما فيش في الورقه اي بيانات بتقول يجيبهم فين او ايه؟ ما هقول لك حاجه، انت لما تروح تعمل تستلم الفيزا هتدفع الفلوس الرسم وخلاص. انا استلمت الفيزا حضرتك وبعت الفيزا على الطريق الدي اتش ال. يبقى لازم تدفع الفلوس بالاستفاره، ازاي هم ما خدهاش بعتها لك بالدي اتش ال؟ فانت لازم تدفعهم للسفاره، ممكن تتصل بالسفاره وتقول لهم ابعت لكم عايزين ماني اوردر ولا كاشير تشيك ولا ايه، كلم السفاره، بس الفلوس دي بتروح للسفاره. لازم تروح للسفاره. يس. قبل ما تسافر، قبل ما تزور امريكا. يس، لازم تدفعها للسفاره عشان ما يبقالكش مشكله وانت داخل في المطار. يعني ممكن يحصل مشكله لو قطع الجواز انا رحت من غير ما ادفعها. وليه تغامر 165 دولار دول ولا حاجه؟ لا انا بسال على طريق حضرتك. لازم تكلم السفاره حبيبي، عشان انت لو ما رحت ما دفعتهمش ممكن يبقى في الريكورد تبقى مشكله. يكلمهم بس تليفون للسفاره ويقول لهم ابعت الفلوس ازاي وخلاص. الاستاذ سليمان، مساء الخير.
طب استاذ سليمان، استاذ سليمان معانا؟ سلمان، استاذ سليمان، سلمان. الو اهلا، مين معانا؟ استاذ سليمان اهلا بحضرتك، يعطيك العافيه. يا هلا، ممكن احكي مع السيرتر؟ اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل. يعطيك العافية، يا هلا فيك، تفضل. مليح الحمد لله، كيفك أنت؟ الله يسلمك، طول عمرك ربنا ويعطيك. شكرا حبيبي، خليك لي. ثلاث سؤال يا سيدي العزيز لو سمحت. تفضل. عندي ولد أنا أردني. أيوه. في ولد سيد طلع السفارة، سيد 5 سنوات. أوكي؟ ابنك طلع السفارة من 5 سنين؟ لا. طلع السفارة سيدوا له 5 سنين. مش فاهم. فيزا زيارة. مع فيزا زيارة 5 سنين وبعدين؟ اوكي؟ ايوه. اجى هون. ايوه. اجى عندي هون، انا سان فرانسيسكو. ايوه. اجى هون. طبعا اعطوه بالمطار 6 شهور. اي نعم، وبعدين؟ اوكي؟ معاه 3 اطفال. ايوه. دخلته المدرسة، اوكي. بس شو الحل انا شو الحل؟ كيف بدي يعيشون؟ شو بطلع له؟ شو كذا إلى أوكي حبيبي، هو الست شهور خلصوا ولا لسه ما صالحين؟ نعم. الست شهور اللي واخدهم لسه صالحين ولا صالحين؟ أنت ما أوكي أوكي. وزوجته فين؟ نعم. هو متجوز طبعا صح؟ زوجته معاه ومعاه 3 أطفال موجودين عندي. أوكي. قاعدين عندي. قاعدين عندك. انت حضرتك معاك الجنسية الامريكية صح؟ لا، انا معي جرين كارت وزوجتي معاها جرين كارت، يعني بعدنا كمان سنين نروح الجنسية. انا عايز اقول لك، يعني اقصد اقول لك، لو انت حتى معاك الجنسية مش هتقدر تساعد ابنك. اوكي؟ لانك انت هو فوق ال 21 سنة ومتجوز، فلازم يرجع الاردن وتعمل له معاملة بتاخد 10 سنين دور عشان هو يقدر يقعد هنا. قدامه حل واحد بس. بالنسبه للجوء مش ناجح للاردنيين. اوكي؟ اوكي. عشان اكون صريح معاك، مفيش مشاكل في الاردن لا سياسيه ولا دينيه. مفيش، ما انا فاهم، انا فاهم عليك. الحل الوحيد، عشان كده بقول لك الحل الوحيد اللي قدامه ان هو يعمل استثمار هنا. يعني حول له الفيزا اللي معه من فيزا تورست سياحه بي 1 بي 2 لاي 2، الاي 2 دي فيزا مستثمر. إذا بيشتري بيزنس هنا في أمريكا في سان فرانسيسكو في حدود 100,000 150,000، ممكن نجيب له إقامة لمدة سنتين وتتجدد سنتين وسنتين على طول. بس ممكن أنا أساعده فيها لو يقدر يستثمر أموال، ممكن يقعده في البلد نظامي هو ومراته وأولاده. مفيش حل غير كده. شكرا. شكرا. ثانك يو. مارك، مساء الخير يا مارك. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. بص، انا كنت عايز اسالك سؤال سريع. هو انا معايا ابن عمتي جه هنا عمل ورق لجوء، وهو خد الكرتون بشكل مفيد وقدم لمراته وابنه بشكل مفيد لغايه مراته. ده الواد ده مقدم لهم 8 شهور او 6 شهور. اوكي، وبعدين؟ هي مش تأخير، لأن الصراحة إن هي بتاخد سنة كاملة. سنة كاملة. يس، عشان يجوا يوصلوا الأراضي الأمريكية تاخد سنة من تاريخ تقديم الطلب. لما يبقى اتفضل. هي سنة كاملة بحيث إنه هيبعتوا له جواب يقدموا قبل هناك خلال السنة الكاملة دي، ولا يبعتوا له جواب وبعدين ياخد مقابلة هناك في مرة هناك في السفارة في مصر؟ لغايه عشان ياخد المقابله ممكن ياخدها بعد 11 شهر، بعد 10 شهور وشهرين تخليص الورق، يبقى هيجي هنا بعد سنه بكتير قوي. يس. بالنسبه لي انا مقدم لاخواتي الجنسيه وخطي فوق ال 21 سنه. دي فتره ايه وقتها؟ 13 سنه. 13 سنه. شكرا لك حضرتك. اي خدمه. شكرا. ثانك يو. سلوى، مساء الخير يا سلوى. انا عامله ظروف ومعايا حاليا دلوقتي جرين كارد، وكنت عايزه اسال لو حصل ظروف عوده انزل مصر هيبقى في
في مشاكل لما انزل وارجع هنا في المطار، ولو انا جينا اقدم على الجنسيه يبقى في مشاكل ليا ولا لا؟ انت سالت السؤال وجاوبتيه بطريقه غير مباشره لانك سمعت حلقات كتير، بس هقول لك الاجابه. بالنسبه لانك معاكي جرين كارد، انا ما حبسش انك تنزلي مصر، عشان لو جيتي هنا في المطار مفيش مشكله في المطار هنا، لكن لما تيجي تقدمي على الجنسيه لو وقعتي في واحد غلس اوفيسر وذاكي شويه هيقول لك ليه سافرتي مصر وانت مقدمه على اللجوء، لان من شروط اللجوء لازم تثبتي في كريدبل فير اوف بيرسكيوشن اف يو ونت باك تو ايجيبت. معنى ايه؟ من عشان يدوك اللجوء عشان انت اظهرتي ان في خوف على حياتك لو رجعت مصر، فيقول لك ليه دلوقتي انت رجعت مصر وانت مقدمه على اللجوء؟ ممكن تحصل، اه بتحصل نادر لكن ممكن تحصل. ثانك يو. الاستاذ عاطف مساء الخير. استاذ عاطف، استاذ عاطف حضرتك على الهواء. اهلا بحضرتك، مساء النور. الله يخليك بنورك. ثانك يو. اهلا اهلا استاذ عاطف، اتفضل. وانت كمان صدقني اهلا بيك. انا كلمت حضرتك من تقول كده، وكنت عايز حضرتك على ورق كان بتاع بابايا عشان عملت لجوء وحضرتك بتكتبه وعملت الطلب وكل حاجه. برافو. عشان حضرتك النهارده معلش. هو عمل فينجر برينت من حوالي شهرين. يس. لغايه الان ما جابوش معاد المعادله. اه انا اتكلمت هو الان اتفضل. هو الان الموضوع عدم الضغط جابوش معاد الثانيه، هو كان تعبان عنده كنت شاكك في القلب كده. هل بيتحط في المستشفى ولا بيتحط؟ اوكي. حاضر يا حبيبي. انا زي ما اتكلمت في اول حلقه لو كنت سمعتني كنت عرفت السؤال بالظبط الاجابه. معلش، ما السوبرفايزر عندك غلي شويه النهارده فاخرك شويه، معلش. طيب بالنسبه لفلوريدا وكاليفورنيا ونيو جيرسي وتينيسي، بقى في ضغط رهيب عليهم في الولايات دي على تقديم طلبات اللجوء. الناس كلها منتظره. في ناس عندي في المكتب في كاليفورنيا بقى لهم 9 شهور و8 شهور ما جالهمش مقابله. ده مش معناه ان حقه صاعد، لان في ضغط رهيب ومفيش اناف مان باور، مفيش موظفين كتير يعملوا الموضوع ده. فالتاخير ده مش مشكله، ده عادي وطبيعي. لكن بعد 150 يوم ممكن يطلع تصريح عمل. مفيش مشكله. سؤالك الثاني، لو راح المستشفى ممكن يتعالج؟ يس، لو هو في امرجنسي ممكن يعالجوه مجانا ويطلعوا له ميديكال كمان. انا بشكر استاذ جورج على تعبك ومشي قوي. العفو يا استاذ، اي خدمه. الف خير يا استاذ. تحت امرك. الاستاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت؟ الحمد لله. انا عامل اسئله انا ومراتي، ومن شهر فبراير لغايه دلوقتي ما خدتش ميعاد. يس. وبعد 150 يوم قدمنا على السوشيال ويب سيرفيس. كويس. ودلوقتي مر اكتر من الكلام ده من شهر 7 او 7 يعني. يس. يعني ساعتين ونص وما جاليش الوقت. هل ده في مشكله ولا انتظر ولا يعني؟ انا كملت سنه دلوقتي في امريكا، ما عنديش لا انكم وما عنديش مش عارف اعمل رخصه ومش عارف اعمل يعني. اوكي، انت قدمت امتى على الورك بيرمت؟ من امتى؟ من اول 5/7 يعني، بقالك شهرين. شهرين ونص. اه هو في جاي لك انت في الهزيئه الرابعه. ده الكلام اللي انا قلته اول حلقه وقلته قبل كده في حلقات سابقه. الناس بتقعد، شوف انت بقدم على السايلم بقالك 9 شهور صح؟ بالظبط كده. ده اللي انا قلته. في ناس بقالهم سنه يعني. في ناس بقالهم سنه، في ناس بقالهم سنه ونص. عشان كده لما طلعت اول حلقه مدام ايناس الله يخليها طرحت سؤال جميل جدا، قالت ايه المشاكل اللي بتحصل للناس بعد ما تقدم طلب اللجوء؟ اكبر مشكله ليكم انكم تنتظروا فتره كبيره. اكيد طبعا. ومفيش محامي يقدر يتحكم في الميعاد. لازم يجي لك حسب ما هم مزاجهم هم والكمبيوتر اللي بيطلع. الحل الوحيد دلوقتي قدامك انك انت هتروح للكونجرس تقدم شكوى، وممكن الكونجرس يكلم اداره الهجره ويعمل لك ميعاد بسرعه. لو في متاعب صحيه او مشاكل صحيه ممكن تبعت لاداره الهجره جواب مع تعريف دكتور ممكن يساعدك. عشان كده لما اتكلمت في اول حلقه قلت للناس اللي جايه من مصر، يا ناس يا عالم، اعملوا حساب تجيبوا اكبر كميه فلوس وانتوا جايين عشان تقدر تعيش، لان مش هتعمل المقابله بعد شهر ولا 2 ولا 3. فزي ما قلت لحضرتك، استنى ما اجي لك الورك بيرميت واشتغل وطلع رخصه سواقه، وممكن في نفس الوقت تروح للكونجرس، او لو في عذر طبي ممكن يعملوا لك المقابله. شكرا. التاخير ده حاجه عاديه. يس.
ده يعني typical أو common problem دلوقتي زي بالزبط. الحالة دي كله التأخير بالظبط عشان اتكلمنا عليها في أول حلقة وفي تأخير جامد مفيش enough موظفين بس that's it. طيب معانا بنت الرب. مساء الخير يا بنت الرب. ألو أهلا بحضرتك. ألو حضرتك على الهواء اتفضلي. مساء الخير. مساء اتفضلي وسام. اتفضلي يا ستي. ازيك يا استاذ جورج؟ منور الساده. انت اللي منوره يا حبيبتي. يا حبيبي انا عندي ابني عمله من 2004 هجره من الجنسيه بتاعتي. ايوه. ولغايه دلوقتي ما فيش ولسه ماشيين في شهر 2003. بالظبط. اول يناير 2003 وهو في 4 هو في 5/2004. هي بتاخد داخلين على 10 سنين دلوقتي. ايوه بتاخد 10 سنين يا ستي. يا ايوه. يعني هنحقق السنه دي هيكملوها في يعني السنه هتتكمل في شهرين في سنه. على 2014 ابنك هيكون موجود في امريكا. يعني اخرها بقى. يس. طب بقول حاجه يا استاذ جورج كمان. اتفضل. هو مثلا دخل في القرعه وجات القرعه هل دي تتعارض مع دور؟ لا. هيدوا له فيزا الهجره عن طريق القرعه دايفرست فيزا والدول لو الحاله بتاعتك اكنها لم تكن. يعني ايوم ما يجي الاول يعني. ويتش ايفر كمز ذا فيرست يعني ايوم ما يجي الاول يس. بس طولت قوي 10 سنين. ده هو ده النظام مش بايدك ولا بايد اي حد لازم ياخد 10 سنين دول. معلش هانت هو في الهزيع الرابع يا اختي. انت بتطمني بالكلام الحلو بتاعك. الله يخليك يا حبيبتي. معلش عارف انك ام وقلبك على ابنك. الله يسعدك. 10 سنين صدقني يا استاذ عمرها ما حصل. انا جيت اخوات 10 سنين ده كان زمان. دلوقتي كل حاجه بتضيق وبتبقى صعبه. معلش انت خلاص فاتت كتير ما بقى الا القليل. بس يعني في شهر ينزلوا وفي شهر ما ينزلوش خالص. صح عشان ما فيش فيزات فايده. ما فيش فائض من الفيزات. خلاص خلصت. وبعدين على فكره لو قلنا المدام ايناس دلوقتي وصلت له سخي تماما هيجي بعد اسبوع في امريكا. كل وقت يا مدام حاضر صلوات الخدمتين. انت كمان صلاتك مستجابه يا استاذ. امين يا رب امين ان شاء الله. سلام ربنا معاك. معانا هناء. مساء الخير يا هناء. مساء النور. اهلا بحضرتك. مرحبا. مرحبا كيفك؟ الله يسلمك. كيفك انت؟ الله يخليك منور على الشاشه. بس عندي سؤال. عندي رجل بنتي صار لها 14 سنه بامريكا وما عندها اوراق وكان لازم محامي وبعدين اخذ رفض. قالوا له يعني الا يشمل لك القرار يعني يجي عفو يلا تاخذ جرين كارد يعني شلون. وزوجته عندها جنسيه يعني يعني شنو راح يظل هيك؟ هو خطيه. خطيه والله. يعني هو جه هنا بامريكا ومعهوش ورقه لسه بقاله 14 سنه؟ ايه نعم. ايه خلص 14 سنه. طب هو متجوز ومراته معاه جنسيه زوجته؟ ايه نعم متجوز. صار لهم 9 سنين متجوزين واخذت جنسيه هي يعني صار لها. شلون هذا يا عيني؟ كان المفروض تقدم له على طول بالجرين كارت. هياخد جنسيه على هياخد جرين كارت على طول. بس كانوا لازمين محامي هناك وخربط الاوراق ماتوا بعدين اخذ رفض. حتى يعني اخذ رفض. قال المحامي بعد خلص لازم الا يشمل لك عفو. اما انا ما اقدرش اقول لك رايي لاني مش معايا الفايل حصل ايش في قضيته. يا عيني لازم نعرف. وبعدين طالما هو متجوز واحده امريكيه معاها الجنسيه مش هتبقى في مشكله. هي مو امريكيه بس معاها جنسيه. ما هو بيعتبر امريكيه معاها جنسيه تبقى امريكانيه. بنتي هي. يا وهو خوش رجال فما ما ان شاء الله ياخدها. معانا الاستاذ يعني يقدر يقدم اوراق يعني مره ثانيه؟ عن طريق زوجته. ايوه ولو في مشكله ممكن يقدم عفو زي ما انت قلتي وكل شيء يبقى تمام. الاستاذ عاطف. مساء الخير. اهلا بحضرتك. مدى يعوض عوض السعد حبيت الصراحه وانت بتقدم البرامج يعني حسب ما على العالم. الله يخليك. ميرسي ثانك يو ربنا يخليك. ممكن اتكلم يا استاذ جورج لو سمحت. انت بتتكلم على طول اتفضل. طيب ازيك يا جورج؟ اهلا استاذ عاطف. اهلا اهلا. ربنا يديك الصحه كده ونعتبرك كده حبيبي الغبيين. ربنا يخليك لينا يا رب. طيب حضرتك بس عندي سؤال محدد بس مطول كذا جزء يعني.
طيب. عندي ابني قدم على اللي بيه في شهر 3 اللي فات. اوكي. وجات لي جاب جواب للانترفيو في 30/4. كويس. وده قبل 30/4 بيومين بالظبط جاب لي جواب تاني قال لي احنا بنأسف هنعمل الصفر للانترفيو. طيب. اللي هو كان في يوم 7 طبعا الكبر ده طبعا خد وقت كبير لحد دلوقتي من شهر 4 هو حاليا طلع ورك دونت وسوشيال سكيورتي. كويس. بس سؤال دلوقتي هل ممكن يلتحق بجامعه؟ اه طبعا حقه يلتحق بجامعه ما فيش اي مشكله حبيبي. ده كلام جميل انا سمعت الاجابه دي قبل كده. طيب هو دلوقتي لما بيجي يعمل الابلكيشن بالنسبه للجامعه دي في خانه تعليق الستاتس دي في عنده اوبشن يا اما يقول تو سيتيزن يا اما ريفيوجي يا اما بيرمنت ريزنس يا اما اذر. اذر. الاذر يكتب ايه بالاذر ده؟ بيندنج اسايلم كيس. بيندنج اسايلم كيس ويكتب لهم مثلا رقم السوشيال سكيورتي او يلفت نظره من عنده ورك بيرمنت. ايوه يصور الورك بيرمنت ويصور السوشيال سكيورتي ويبعتها. الله ينور عليك. طيب ده جزء يا استاذ جورج ربنا يديك الصحه. الجزء الثاني هل الوضع الدراسه بتاعه في الجامعه ليه تاثير على الانترفيو او الفرصه بتاع السايلم؟ لا ولا ليه علاقه ده بالعكس بالعكس لما يروح المقابله يقول لهم انا داخل جامعه اهو وانا عايز اتعلم وابني نفسي وامريكا بلد الاحلام وانا بقى بتعلم اهو هيحترموها. طب كويس جدا يعني ما بلاش اي تاثير يعني في حالات الناس يطلع درايف لايسنس وحاجه زي كده. برافو عليك صح طلع معاه تصريح عمل ورك بيرميت ممكن يطلع درايفر لايسنس. طيب تعيش يا جوز. ايوه تعيش ربنا يديك الصحه ونقول لك مره ثانيه يا حبيبي اللاجئين. ربنا يخليك حلوه دي حبيبي اللاجئين ده ماشي. معانا بنت الرب مساء الخير. اهلا بحضرتك. كيفك انت؟ الحمد لله. اتفضلي يا وسام. انا مليح كيفك انت؟ كنت اغلبك اسالك سؤال عن جوزي وكنت انا وياه في كورسو. يس. ودعت بالحسب تبع التلفزيونات وانت على جنبه وجاك مده. وجابوه الامبرنس وزمناه على المستشفى وظل ثلاث ايام جايز في المستشفى صوروه وقالوا له كل شيء. اوه ماي جاد. وبعدين؟ بس كسور ما في بس مش عارفين شو بدنا يعني لا يزال اجره اللي وقع عليها عند الركبه كثير بيتألموا بقدر شو بده يتحمل مرات بدون بعده اجره 10 ايام هيك بس لو سمحت تعطينا رقم تليفونك على اساس انه بس نحكي معك نستفيد شيء من اضرارك الكريمه. حاضر. انت في ولايه ايه يا اختي؟ نعم. انت في ولاية كاليفورنيا؟ نعم احنا في سان فرانسيسكو. طيب اوكي كلميني بكره في المكتب على النمره دي. حط لنا اياها لو سمحت على التلفزيون من جنبها. لا ممكن تاخديها من الكنترول سامعني دلوقتي الكنترول هيديكي خليكي على الخط الكنترول هيديكي رقم بتاعي كلميني بكره على الساعه 11 الصبح وانا هساعدك واساعد جوزك وما تقلقيش هجيب له التعويض المناسب وما تقلقيش خطيه والله. معانا مارسيل مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا الله يخليك. بركة فيك يا استاذة. خليك دايما. بصي يا حبيبتي اولا اتمنى ان يكون الدكتور اللي عالجك قدر يكتب التقرير بطريقه معينه اصل مش اي واحد بيعرف يكتب تقرير لانه كتب تقرير مش واضح مش هيقبلوه هترجعي مش هتعملي مقابله فتاكدي ان التقرير اتكتب وافي وليه طريقه معينه وصيغه معينه دي نمره واحد. نمره اتنين لو اقتنع الاوفيسر اللي هيعمل معاكي المقابله انك انت ما تقدريش تتعلمي انجليزي ولا التاريخ الامريكي هتاخدي واحد معاكي يترجم لك بالعربي مش هيسالك في الامتحان خالص هيسالك اسمك ايه سنك ايه تليفونك ايه ولادك ايه مين اسمائهم ايه مع السلامه. يعني جاوب على الحاجات دي ولا ايه مش فاكره؟ لا مش كل حاجه مش فاكره يعني ازاي اسمك وولادك اسمهم ايه؟ لا
يعني كتبت دمات دمويه ديمنشيا، عندك ديمنشيا يس. ان شاء الله هيعفوك من الامتحان. انا كنت افضل تاخدي محامي معاكي يتكلم بالنيابه عنك، او تروحي وتقول لهم انا زي ما التقرير بتقول انا مريضه ما اقدرش اتعلم لغه، ويكون التقرير وافي يبقى كل شيء هيبقى تمام ان شاء الله. لازم تقولي دي حاجات ما تتنسيش، يعني مش صعب الانسان يقنع ان هو نسيها. ربنا يوفقك، شكرا. الاستاذ ربيع مساء الخير. استاذ ربيع. ايوه اهلا بحضرتك. ممكن اتكلم مع الاستاذ جم؟ اتفضل. وسام اتفضل. كيفك انت؟ شلونك عيني؟ الحمد لله ماشي. انا بس كان عندي سؤال. انا اقدم على الجنسيه من الشهر السابع، فاليوم اتصلت بالإميجريشن فقالوا لي انه المعامله بعد بالانتظار، يعني الانتظار انه بس مجرد تحول الملف من اريزونا الوحده من مكاتب ميشيغان وما هي ما في شيء، يعني ما بعرف ليش التاخير ده بيحصل كده ساعات، بيبقى في ضغط في مكتب معين بيحولوه مكتب تاني، بس هتعمل المقابله في المكان اللي انت عايش فيه ما تقلقش. بالنسبه انك انت بتقول بقالك شهرين، دي مده عاديه قوي، ممكن تبدا تقلق بقى لو عدت ست شهور، يعني قدامك من شهر لسته ده الطبيعي عشان تعمل مقابله الجنسيه. لكن لو عدت اكتر من ست شهور يبقى ممكن تكلمهم تاني وتعمل انفو باس وتروح تقابلهم وتقول لهم ايه سبب التاخير. بس شهرين يعتبر مده قليله، لسه قدامك وقت. فهمت عليا؟ ايه. طيب شكرا. يا اهلا يا اهلا. ملكه معانا؟ ملكه؟ ممكن اتكلم من الاول؟ انا ملكه سليمان. ممكن اتكلم من الاستاذ؟ طبعا اتفضلي يا استاذ. اتفضلي يا مدام ملكه، معاك المحامي مليكه، ملكه ومليكه. اهلا بيك. ايش يا اختي مالكة، مجرد انك مقدمي هجرة لكندا ده ما يأثرش عليكي، هما بس عايزين يتأكدوا ان المعلومات دي صحيحة اللي عندهم ولا لا. فما تقلقيش، طالما بعت لهم اللي هما عايزينه، بعت الاول الباسبورات عن طريق دي واحدة.